خلينا نستوضح من الدكتور جورج براكس، عضو بنقابة أصحاب المحطات، ليش الأزمة اليوم؟ ليش في محطات عليها زحمة سير؟ صباح الخير، لازم يكون في عالم على المحطات اليوم؟ صباح النور، صباح النور لكم للمشاهدين الكرام. أهلا وسهلا. لا، مش لازم العالم تعمل بانيك وهلع بهذا الموضوع، لأنه هذا بيزيد شوي الطينبله. هو الموضوع هو له علاقة بشركات الاستيراد وبالموازنة اللي أقرت مؤخرا. نعم. واللي صار فيها قرار أنه بده يفرض ضريبة 10%. صح. يعطوا ضريبة على الشركات، واللي أساس مستفيدين من دعم المحروقات بوقت الأزمة بالسنين اللي قطعت. يعني يشدوا حالهم، يعني يشدوا حالهم وما يعملوا لنا أزمة. لا، يعني أول شيء المنطق اللي عم بيحكوا فيه الشركات المستوردة معهم حق فيه، لأنه أصلاً نحن كقطاع محروقات. نعم. صحيح كان في دعم للمحروقات، ولكن كان في شيء اسمه جدول تركيب اسعار بحدد سعر المبيع للمستهلك. يعني وقت نعم. كان مصرف لبنان يقول حددنا الدولار بالجدول على 3900، كنا نبيعه للمستهلك حسب السعر اللي حددوا جدول تركيب الاسعار. يعني صحيح والدعم اللي صار، ولكن راح بطريقه مباشره رايح للمستهلك، مش انه الشركات المحروقات استفادت من سعر الصرف وراحت باعت مثل ما هي بدها بالدولار فريش. لا، الناس الدعم اللي صار التزمت بجدول الاسعار، التزمت بجدول تركيب الاسعار، مشان هيك معهم حق اللي عم بيقولوه. ومفروض على الرئيس الحكومي، مفروض على المعنيين والوزراء المعنيين وهذا يلاقوا حل لهيدا الموضوع. بس ما الناس اذا ما لقيوا حل، الناس خايفه انه تفرغ سياراتها، بطلوا يسلموا، مش بس يستوردوا، بطلوا يسلموا المحطات. مفروض الحوار اللي هو بلش اوريدي اكيد مع الرئيس، المفروض يكون في منطق عند الرئيس الحكومي وعند الحكومه وعند كل المعنيين بهذا الموضوع، انه هيدا بيخلق أزمة ونحن مش بحاجه نرجع. اكيد المفروض اليوم يكون في شوي في حل ان شاء الله، يعني عدم التهافت بيكون افضل، يعني يخففوا عجقات، لانه اذا كان في كميه بتقضي ليخلص الحل بتخلص. مظبوط، لحتى نعطي مجال للحوار بين الشركات وبين المعنيين. شكرا لك دكتور جورج براكس، يعطيك العافيه، ميرسي كثير لك.